بالنسبة للدخول المدرسي لهذا الموسم 2017-2018 كان متميز جدا، لأنه تم تفادي الهدر الزمن المدرسي كما كان في السابق، كانت كيلا كيكون تسجيلات وكيكون تضيع للوقت المدرسي. أما دابا فالحمد لله التلاميذ موجودين بالأدوات ديالهم، وتم تخصيص الحصة الأولى الأنشطة التهيئية، وفيما بعد غيكون عندنا واحد دعم لمكتسبات التلاميذ السابقة. دخول مدرسي زوين و أساسي دا تما، داروا بزاف تغييرات وكلهم زويني، أو الألوان والمدرسة هي صبغوها وزوينة. حش من الحال؟ ها؟ حش الدخول المدرسي؟ الدخول المدرسي نهار الأول كيكون مزيان، والدراري مستعدين، مدرستنا راه زوينة، وخاصكم تقراو وتجتهدوا. وحافظوا عليها، حافظوا على مدرستنا وحافظوا على البيئه ديالنا. بالنسبه للدخول المدرسي لهذه السنه الموسم الدراسي 2017-2018 دخول متميز بكل المقاييس، حيث انه من الجانب التربوي كما لاحظت ان النشيد الوطني كان هو البدايه، يليه الزي الموحد، المذكرات التي تنظم الزي الموحد، راكم كما شفتوا التلاميذ بالطبليات ديالهم، الأساتذة كذلك الوزراء ارتدوا الوزراء، هذا شيء جميل. بالنسبة للفضاء كما تشوفوا راه فضاء متميز. بالنسبة للاكتظاظ ما بقاش عدد الاكتظاظ الحمد لله، ما بقيناش نعاني من هذاك المشكل خصوصا حنا في سيدي مومن. بصراحة أن هناك إقبال كبير فيما يخص التأهيل، يلعب دور مهم في من الجانب ديال الإقبال، أن التلاميذ تيشوفوا الجديد وشافوا الألوان كما تشوفوا، شافوا الألوان يعني تنحس بهم انا كفاعل او كمشتغل هنا، كاين واحد التطور، واحد التحسن ملموس، يعني حتى التلاميذ تيجيو واحد صوره بشوشه، يعني فرحان جاي وهو فرحان للمؤسسه.